عام هجري سعيد على الجميع، كل سنة وانتم طيبين. خلوني أرحب بضيفي العزيز أحمد رضا سليمان، منشدنا الرائع. ازيك يا أبو حميد؟ ازيك يا أستاذ؟ كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب؟ عامل إيه؟ كله حلو؟ في نعمة الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. قولي بقى، حدوتة الإنشاد دي بدأت إمتى؟ بعد كم سنة الأول؟ الأول 26. ما شاء الله، يا رب يبقى 260. قولي الحدوتة بدأت إمتى؟ والله هو أنا من صغري والدي طبعا بيحب المبتهلين، وكان دايما يشغل عندنا المبتهلين في البيت لحد ما الموضوع يعني حبيت الموضوع جدا يعني. كويس. فاضطريت ان انا يعني ادوس على نفسي شوية وادرس، فرحت دار الأوبرا المصرية شوية في الأول. بعد كده رحت مدرسة الإنشاد الديني، تعلمنا بقى المقامات وتواشيح وكده. هل انت بقى الموضوع ده على أصوله زي ما بيتقال؟ الحمد لله. وقعدت درست فيه قد إيه؟ الأول كنا هنا في مزبير ومع الفنان الراحل الله يرحمه سمير الإسكندراني. الله يرحمه يا رب. قعدنا معاه فترة، كان بيدربنا، كنا كورال التلفزيون الأول. بعد كده دخلنا بقى موضوع الإنشاد، بقيت إيه في مدرسة الإنشاد بعد كده. حلو. تعالى نسمع. سمعني أول حاجة إيه؟ هنسمع طلع البدر علينا. الله أكبر. يا رسول الله والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا شربت الماء من ظمأين إلا رأيت خيالا منك في الكاس. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طالع البدر نبيا ورسولا وأمين، طالع البدر علينا نور رب العالمين. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. الله 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 الله، يفتح عليك. حلوة حلاوة ما شاء الله، صوت جميل ورائع. طيب، هل أقدر أقول أنه أحمد رضا سليمان مبتهل ومنشد محترف ولا هاوي؟ لا، هاوي. أنا أتمنى أن أنا أكون عند حسن ظن الجميع، لكن أنا هاوي. لا، الجميع كله. الله يبارك فيك. لكن هاوي لا، أنا طبعا دخل الموضوع بجدية، ودخل الموضوع من بدايته، من الأسس بتاعته، مش مجرد هواية. مش مجرد هواية، مش مجرد هواية، يعني بحبها وبإتقان، بس بحترفها بقى. بإتقان وتبقى هي دي الشغلانة، دي حياتي. المدح طبعا طبعا، المدح مفيش أحلى من كده بيني وبينك. الحمد لله. إيه اللي حببك قوي في المدح يا أحمد؟
غير ان الوالد عودك عليه وحببك فيه منذ الصغر؟ يعني هقول لحضرتك على حاجه يمكن صعب يعني. من اول يعني اول مره اشرح فيه الموضوع ده، من صغري اسمع عن حضره النبي صلى الله عليه وسلم الاقي اتخطفت كده، جسمي يعني تبص تلاقي ايه الموضوع معايا مختلف، احس اني مبسوط جدا، عاوز اسمع تاني، عاوز اقرا عن السيره، عايز اسمع عن السيره النبويه. فالموضوع حب اكتر طبعا، اللي بيمدح هو اللي يعرف. كنت لسه اقول لك اصل صعب حد يمدح ومش واخد الموضوع بحب. اللي يمدح يعرف، والمستمع كمان اللي بيحب الانشاد يعرف برضه. مين اكتر المنشدين والمبتهلين اللي انت تحبهم من الكبار يعني، الاسماء الجامده جدا قوي خالص، بس اللي هو ايه، ايوه انا احب ابقى زي فلان؟ والله انا بحب الشيخ عمران جدا، والشيخ نصر، الشيخ النقشبندي. الله الله، الاسامي الكبيره انا بحبها، لان كل واحد فيهم يعني ليه ميزات خاصه وليه قدرات خاصه صوتيه وفنية كمان. الشيخ النقشبندي كان بينقي الكلام اللي مستحيل حد يقوله النهاردة. أنا مش عارف إزاي أنا بتكلم مع حضرتك بتلقائية جدا. حلو. وعايز أقول لحضرتك إن سمعت حاجة هي ما تخصش الذكرى، ولكن إحنا لو هنقولها نقولها. ماشي. بس هي أنا ما شفتش جمال كده قبل كده، لا في الكلام ولا في المعاني ولا في طريقة الشيخ وهو بيقول. قول، امسك الميكروفون وقول يا عم. كنت اتمنى حتى لو ما تخصش يعني ما لهاش متعلقه قوي بالعام الهجري، بس هي طالما جايه على قلبك وبالك ما تخليش في نفسك حاجه. قول. ارض بها عرفات الله يعشقها قلبي، أرض بها عرفات، 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 عرفات الله يعشقها قلبي ويجدو بها في العالمين فمي، إذا ترنم حادي العيس ذكرني ركب الحجيج بها في الأشهر الحرم. طوبى لمن حج بيت الله معتمرا واستقبل الأسعد الميمون باللثم. طوبى لمن حج بيت الله معتمرا واستقبل الأسعد الميمون باللثم، وشاهد الكعبة الغراء وشاهد الكعبة الغراء وشاهد الكعبة الغراء فارتفعت كف الدعاء وفاضت عبرة الندم. إذا كبرت ولم أظفر بأمنية من الحياة فحسبي رؤية الحرم. إذا كبرت ولم أظفر بأمنية من الحياة
تشاهد عيني حجرة شرفت بالسيد المصطفى والطاهر العالمي. اوعى تتحرك انت تجنن. الله يبارك فيك. ايه يا عم ده؟ الله اكبر الله اكبر الله. قال وتقول لي اصل يمكن مش مناسبتها بس انا بقى وكنت عايزني ما اسمعهاش. الله يبارك ده ايه الجمال ده؟ الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سؤال اخير بقى علشان انا بحاول انا اختبر معلوماتي. دراست صح؟ طبعا صح. يعني انا طلعت بفهم في المقامات على قدي كده. الانشوده مش كلها رصد. مش كلها رصد. كنا بنعلى بنطلع برصد وكده ننزل تاني على حجاز. صح كده؟ لا بعد كده هتاخدني معاك يا ابو حميد. بقول لكم ايه، هذا الرجل الرائع يخلينا نطلع فصل ونرجع تاني. الله يفتح عليك يا مولانا احمد. استنونا بعد الفاصل. المنشد المبتهل، والله لازم كده، مولانا بعد اللي انا سمعته ده، احمد رضا سليمان. يدي النور يا ابو حميد حقيقي والله. الله يحفظك يا رب. شوف بقى اللي انت كنت بتقولي في الفاصل قوله مره كمان. كنت بتشرح كلمات مولانا النقشبندي في الابتهال اللي انت قلته. مولانا الشيخ النقشبندي عليه رحمه الله لما انشد ارض باع عرفات وقال، فانا بس لما سمعتها ما كنتش فاهمه، كان الكلام صعب علي. طبعا قعدت مع صديق ليا فصيح لغه عربيه وقعدت بقى انا عايز اعرف الشيخ النقشبندي بيقول هنا ايه، يعني ايه، يعني ايه يستقبل الاسعد الميمونه باللسمي. فطبعا بقيت ابحث معاه ونعرف وكده مع بعض، لحد ما لقيت ان الشيخ النقشبندي بيقول طوبى لمن حج بيت الله معتمرا واستقبل الاسعد الميمونه باللسمي، كانه احتضنه كده، احتضنه وباسه وشاهد الكعبه الغراء. واستقبل الاسعد الميمونه باللسمي وشاهد الكعبة الغراء. فبعدها بيقول الكلام الغالي طبعا وكلام عظيم جدا، بيقول إذا كبرت ولم أظفر بأمنية من الحياة. يعني لو أنا كبرت وسني بقى زي ما جاب امتد العمر ولي أمان كتير وما خدتش منها حاجة فحسبي بس إن أنا أشوف الحرم، جيت إن أنا أشوف الحرم بس، دي الأمنية. فطبعا أنا الكلام ده بيخليني دايما يعني بيلمسني جدا من جوه. وقال وان تشاهد عيني حجره شرفت بالسيد المصطفى الطاهر العالمي. الله، فعليه رحمه الله الشيخ النقشبندي. انت طلعت قبل كده عمره او حج ولا لسه؟ لا ان شاء الله لسه. ان شاء الله هتطلع ان شاء الله باذن الله باذن الله. طيب تعالى ننشد مره كمان. تنشد ايه بقى؟ نقول هيبقى دي هتبقى انشوده الختام. أنت الذي سوف تقوم بالختام مع الجمهور مولانا، فبصوتك الرائع والجميل بنختم بيك الحلقة. أنا أقول سلام عليكم وأشنف أذني واستمتع بقى إيه بصديقي الشاب المنشد الرائع والجميل مولانا أحمد رضا سليمان. الله يبارك فيك. يا آل طه لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم. يا آل طه يا لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم. طه البشير وله أسماء أربعة،
ماشي وله أسماء أربعة محمد أحمد محمد أحمد ها أكرم ببنت رسول الله فاطمة في العالمين لها فضل وعرفان تلك البتول التي عاشت مطهرة وذكرها عطر مسك وريحان لا تنسى للزهراء فضلا به اشتهرت بين الأنامل في كون ناشان لا تنسى للزهراء فضلا به اشتهرت بين الأنامل في كون ناشان جبت حسنا ثم الحسين وما إذ أنجبت حسنا ثم الحسين وما مثل الكريمين في دنيانا إنسان ثم الصلاة على المختار ثم الصلاة على المختار ثم الصلاة على المختار ثم الصلاة على المختار أرسله فعم في الكون إسلامه